السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مستجدات جديدة وعاجلة على عبد الصمد الزازولي. فبعدما خرجت الصحافة الإسبانية وقالت أنه وجه رسالة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه اختار يلعب مع المنتخب الإسباني وما بقاش غادي يلعب إطلاقا مع المنتخب المغربي، واللي زاد الشكوك ديالنا كمغاربة وأنا شخصيا أن هذا الخبر آنذاك يكون صحيح هو أن عبد الصمد الزازولي نفسه حذف صفة أنه لاعب للمنتخب الوطني المغربي، وباش نكونوا كنهضروا في الحق أيضا حذف حتى صفة انه لاعب لبرشلونه ولكن خلى الدرابو ديال المغرب. اما المفاجئ والجديد وهو اليوم ان عبد الصمد الزلزولي عبر خاصيه ستوري في الانستغرام بارطاجا صوره ليه وهو لابس توني ديال المغرب كيأزر به اسود الاطلس المشارك في نهائيات كاس افريقيا اللي غادي تكون ان شاء الله في الكاميرون. وهذا ردت الفعل ديالو كتبين جليا ان ديك الهضره ديال غادي يلعب مع المنتخب الاسباني ما منها والو، فقط هي الاعيب والضغط كانت عليه من طرف الاسبان. واللي كياكد هذا الامر هو شقيق الزلزولي نفسه واللي في نفس الوقت هو وكيل اعماله. فحسب جريده المنتخب قام محمد الزلزولي الشقيق عبد الصمد الزلزولي بالرد على الهجوم الذي يتعرض له عبد الصمد الزلزولي من طرف شريحه كبيره من الجماهير المغربيه عقب رفض اللاعب تلبيه دعوه الناخب الوطني واحد هاليلوزيش للمشاركه في كاس افريقيا للامم 2021 التي تحتضنها الكاميرون من 9 يناير الى 6 فبراير القادم. واوضح محمد الزلزولي شقيقي مغربي 100% وحلمه على الدوام هو حمل قميص منتخب بلده المغرب. وتابع ايضا عبد الصمد الزلزولي لم يرفض بتاتا تمثيل منتخب بلده الاصلي بل طلب فقط منه الفرصه من اجل فرض نفسه داخل تشكيله نادي برشلونه ومن ثم يكون جاهزا لتمثيل منتخب المغرب. وفيما يخص الهجوم الذي تعرض له عبد الصمد الزلزولي من طرف الجماهير المغربيه قال محمد للاسف شقيقي يتعرض للشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو حاليا يشعر بالحزن عقب هذا الهجوم. يعني كما سمعتوا حتى الاخ ديالو يؤكد ايضا ان ديك الاخبار ديال ان عبد الصمد الزلزولي اختار المنتخب الاسباني ما منها والو، وكنا كنتمناو في الاول ان عبد الصمد يخرج بتصريح او على الاقل بفيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح لنا فقط شنو واقع باش الامور عند الجمهور المغربي تكون واضحه. وسبب هذا الشيء كامل هو واحد هاليلوزيش حد الان ما عرفش علاش كونفوكا من الاول وهو يلا كيقول بسم الله. بغينا في الاول حتى يدير بلاصتو مع فريق برشلونه ومن بعد اكيد غادي نستافدوا منه، ولكن يدير واحد هاليلوزيش كالعاده للاسف كيتحفنا بقصحيه الراس. المهم كيبقى في الاخير راي ديالكم في هذا الموضوع، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.